اما اذا كان عندك البالكون غير صغير فتقدر تسد الجزء التحتاني بالزاج استاديب، اما الجزء الفوقاني فتقدر دير له غير الالومنيوم اللي متوسط، هكا غادي تقام عليك التكلفه اقل بكثير. السلام عليكم، كيف الاحوال؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم غادي نقربكم فيه من الطريقه اللي تقدروا تسدوا بها البالكون او التراس ديالكم، وايضا غادي نقربكم من احسن انواع ديال الانوكس اللي تقدروا تخدموا به النوافذ والدروج مع الاثمنه. فيديو غادي يكون متميز، غير تابعوه الى الاخر. ولكن قبل ما نبدا ما تنساوش تهبطوا لتحت وتعملوا واحد اللايك. وبالنسبه للخدمه اللي غادي تشوفوا معايا اليوم هي بطبيعه الحال ديال المعلم زكريا والصديق ديالو السي هشام، تبارك الله عليهم، عندهم واحد التجربه واحد الخبره كبيره في هذا الميدان هذا. وكما كتشوفوا معايا من خلال الفيديو، اول نقطه بديت لكم بها هي الانوكس ديال النوافذ. هنا المعلم كيحاول يدير هذاك الفتحات في النافذه باش يلصق الانوكس ديالو بطبيعه الحال بطريقه احترافيه، سواء ملي كيجي يفتح في الحيط اولا كيفتح في الزليج اولا كيفتح في الرخام، كيخدم بواحد ليميش اللي هما سبيسيال باش ملي كيدير هذاك الفتحات ديالو ما كيهرس لا رخام ما كيهرس لا زليج. كما كتشوفوا معايا هذه هي، هذا هو الكرياج اللي غادي يلصقوا المعلم في المنزل. وكما سبق لي وضحت لكم في عدة فيديوهات، بالنسبة للإينوكس في السراجم راه كيجي رائع، لا من ناحية ديال الجمالية والأناقة والبساطة في نفس الوقت، وأيضا عملية، يعني ما كيتصدى ما حتى حاجة، ما كتضطرش أن كل سنة أو سنتين تعودوا بالصباغة. وكما كتشوفوا معايا هنا المعلم في الورشة ديالو في المراحل الأولى اللي كان كيخدم فيها الكرياج ديال هاد النوافذ. واللي خصكم تعرفوا بأن هاد الإينوكس راه فيه أنواع، لهذا خصكم تردوا البال مزيان مع من غادي تخدموه. كاين النوع 201 وهذا ما كنصحكمش ابدا تخدموا به لان اللون ديالو كيتبدل مع المده. وكاين الانواع اخرى اللي تقدروا تخدموا بها اذا ما كنتوش قرابين من البحر، بحال 304 304 ال 304 اكس سي. هاد الانواع هذه مزيانه ما كتصديش، ولكن على شرط ما تكونوش قرابين من البحر. اما بالنسبه للاخوان اللي عندهم المنازل ديالهم اولا الشقق قريبه من البحر، فضروري الانوكس اللي يخدموا به هو 316. وايضا الاخوه ردوا البال مزيان، السمك ديال الانوكس راه فيه عده قياسات، راه فيه 0.8 0.9 1 1.4 1.5، يعني ماشي غير المعلم يجي يركب لك الانوكس ويوريك الطبعه ديال 304 وتقول صافي هذا النوع مزيان هو اللي قالت عليه سميره، ويكون منقص لك الثمن بزاف على السوق. رد البال، راه اذا كان السمك ديال هذاك الانوكس ضعيف واخا يكون 304 راه كيكون ناقص في الجوده، يعني وناقص حتى في الثمن، يعني الانوكس اذا كان 0.9 راه ماشي هو 1.4، وكاين فرق كبير في الثمن بيناتهم. ونصيحه اخرى غادي ناكد لكم عليها، بالنسبه للاخوه اللي عندهم الانوكس في المنزل ديالهم، حاولوا دائما تنظفوهم، ما تخليوش عليهم هذاك الغبره، نظفوهم بشكل مستمر باش دائما يبقاو في اللون ديالهم ويبقاو لكم كيشعلوا كانكم عاد ركبتوهم. والطريقه ديال التنظيف ديالهم جد سهله، كتنظفوهم غير بواي سبيريت وكيخرجوا كيشعلوا. ودابا غادي نخليكم مع الشهاده ديال احدى الزبونات اللي خدم لهم المعلم زكريا والمعلم هشام الانوكس ديال النوافذ ديال المنزل ديالها. لي شامب 3 كاملين جاو ميم نيفو، حتى حاجه ما خارجه على حتى شي شامب ما خارجه على الاخرى، طلعت الصحه. وهذه لا كويزين حتى هي مخدومه متقونه، الفينيسيون حتى هي ما عندي ما نقول. ايوا شكرا اخويا، وان شاء الله ماشي اخر خدمه، مازال تابعانا ان شاء الله معاك شحال من حاجه. شكرا. ودابا كما كتشوفوا معايا هذا البالكون اللي سدوا المعلم زكريا بالزاج وبالالومنيوم، كما كيبان لكم الجزء السفلاني راه هو مسدود بالزاج ستاديب بطبيعه الحال فيكس، اما الجزء الفوقاني فخدموا المعلم زكريا بالالومنيوم البروفيل ديال اليما 7000. وكما كتشوفوا معايا من خلال الفيديو، بالنسبه للمساحه ديال هذا البالكون وبالنسبه للطول ديال هذا البالكون راه هو جا طويل، وبالتالي المعلم خصو مني يسد هذا النوع ديال البالكوات خصو يخدمهم بواحد الالومنيوم اللي هو هوت غام باش دائما كيبقى مزيان وما كيوقع فيه حتى مشكل. وحتى بالنسبه للنوافذ، اذا كانت عندنا النوافذ ديال المنزل ديالنا نوافذ كبيره ما نقدروش نستعملوا شي الومنيوم اللي الجوده ديالو شويه ناقصه، ضروري خصو يكون الومنيوم اللي الجوده ديالو عاليه. اما بالنسبه للاخوان اللي عندهم البلكونات غير صغار والنوافذ غير صغار،
في هذه الحاله هذه ماشي اشكال، تقدروا ديروا الالومنيوم غير المتوسط، بطبيعه الحال غادي تكون التكلفه ديالو اقل بكثير من النوع اللي هو هوت غام، ولكن ماشي الايكونومي. يعني ابدا ما كنصحكمش انكم تستعملوا هذاك الالومنيوم اللي هو رخيص اللي هو ايكونومي، لان فيه مشاكل كثيره، غدوزوا غير مده صغيره وغادي تضطروا انكم خصكم تبدلوه. ودابا وصلنا للدربوز ديال اينوكس اللي خدموا المعلم زكريا والمعلم هشام عند احدى المتابعات ديال القناه، الله يكمل عليها بالخير. ونفس الكلام اللي قلت لكم على الاينوكس ديال النوافذ غادي نقول لكم على الدربوز ديال الدروج. ردوا البال الاخوان، راه السلعه ديال اينوكس فيها وفيها، عرفوا راسكم مع من كتعاملوا، ما تركزوش فقط على اللي عطاكم اقل ثمن. وبالنسبه للثمن اللي كيخدم به المعلم زكريا الدربوز ديال اينوكس كيبقى بين 1200 درهم حتى 1700 درهم المتر، ما كاينش واحد الثمن فيكس، لان كيبقى على حسب الزبون وشنو غادي يختار، على حسب الزواقه، على حسب ايضا النوعيه ديال الاينوكس واش 304 او 316، وايضا على حسب السمك ديال الاينوكس. ودابا غادي نخليكم مع السي زكريا والسي هشام غادي يقربوكم اكثر من هاد الدربوز. هاد الديزاين اللي اخترته مناسبه هنا عندنا اللمسه ديال الدوري، خلي وليتها اجنح وين هشام؟ أناقة جمال ما كنتذاكروش، كملها هشام شرح، عطينا تشيب باش مخدوم لي ديمونسيون ديال التشيب وكلشي. بسم الله الرحمن الرحيم، مخدوم بتشيب لا مانكوم 50 تيار، ليبيسور 1.25، هاد لي سوليسات لي كتشوفو هنايا، هدا تشيب 25. وهاد هادو عادة للتيب ديال الفان، اختارينا مناسبة اختارت هاد الموتيف لي جا زوين، فيها هاد الشكل بالدوغي، حاولنا ندخلو مع شوية الدوغي هنايا. تبارك الله عليكم، عندي ما نقول، الخدمة بإتقان وبتفاني والمعقول، وهذه أهم الصفات اللي خصها تكون في الصنايعي. وبقات واحد النقطة مهمة في الطريقة ديال التركيب ديال الدربوز ديال الدروج، ضروري نوضح لكم باش تكونوا على بال. بالنسبه للمعلم ملي كيجي يلصق اولا يركب الدربوز ديال الدروج ديالو، ضروري خصكم تردوا معاه البال باش ما يهرس لكمش هذيك الرخامه، لان بزاف ديال الاخوان تواصلوا معايا وكيتشكاو، يعني المعلم جا للصق الدربوز ديال الدروج مشى بحالو، خلى لهم الرخامه مهرسه، وانتم كتعرفوا الرخام شحال كيتقام غالي. والمعلم زكريا والمعلم هشام باش ما يطيحوش في هذا الاشكال هذا، حريصين انهم يتقبوا الدربوز بواحد ليميش اللي هي سبيسيال اللي ما كديرلهمش هذا المشكل هذا، كيبداو بديال 6 ومن بعد كيكملوا بديال 8، وهذا الشيء هذا هو اللي خصو يكون في جميع الصنايعيه. يعني ماشي تجي تركب الشيء اللي انت مكلف به تركبه لموالين الدار، ولكن ما يهمكش انك تادي مثلا الرخام وتهرسو، اولا انك تادي الزليج وتهرسو، لان موالين الدار مساكن كيكونوا خاسرين واحد الفلوس كثيره في الفينيسيون ديالهم. ودابا وصلنا للنهايه ديال الفيديو، نتمنى يكون عجبكم، وبسلامه عليكم في فيديو اخر.